انضم مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال مؤتمر صحفي للفنان الشهير توم نودي الشهير باسم ساحر الفقاعات، وده نتيجة لعروضه الشهيرة لفقاعات الماء والصابون اللي بيقدمها في مختلف العواصم العالمية من سنوات. ومن المنتظر أن تكون القاهرة وبتحديد مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال أول محطات توم في العواصم العربية في أول زيارة لي للمنطقة. أتى إلى مصر فازداد شغف الأطفال إليه. إنه توم نودي الخبير الأشهر عالميا في مجال تعليم التلاميذ مبادئ الفيزياء والكيمياء عن طريق الألعاب والخدع الطريفة. يقدم عروضه في دار الأوبرا وحوله عشرات الأطفال من محبيه ومتابعيه عبر وسائل الإعلام. أقوم بعمل عروض هنا في مصر لأطفال المدارس عن فقاعات الصابون، فأنا متخصص في فقاعات الصابون. أعلم أنني جئت لبلد شيدت فيه مبان عاشت لآلاف السنين، لكن ما أقدمه أنا عمل لا يتجاوز الدقيقة الواحدة وهو فقاعات الصابون، حيث أقوم بعمل فقاعات متداخلة وفقاعات بها أدخنة وفقاعات على شكل مكعبات. ثم أتحدث عن الجانب العملي لهذه الظاهرة وارتباطها بعلوم الفيزياء والرياضيات، فالفقاعات تدرس حتى في أرقى مستويات الفيزياء والرياضيات، ما يجعلها محبوبة للعلماء على حد سواء مع الأطفال. حضور الخبير الأمريكي إلى مصر لفت أنظار العديد من الأمهات وخبراء التعليم، فطريقة نودي في التعليم يتفاعل معها الأطفال ولا يجدون مشقة في فهم أصعب المسائل الرياضية والظواهر الطبيعية. بصراحة العرض كان جامد جدا، وبين ان هو يعني درس كيمياء ودرس طبيعة ودرس فيزياء وكده، عمل حاجات كتيرة قوي. يعني كان بيستهني الجاذبية الأرضية مع ازاي ان هو يكون من بابل حاجات كتير جدا، يعني يعمل مكعب، يعني كده يعمل بابلز وبيحط يعني سموك جواها، بعد كده بيعمل يعني هو بيفضل معلقها فيفتحها من فوق فبتطلع كده زي البركان طالعة بره. وبنفس الحكاية بتاعت الآثار، بس الآثار بيتغير فيها الجو من جوه وكده ودرجة الحرارة وكده. إدارة مهرجان القاهرة الدولي لسينما وفنون الطفل بذلت جهدا كبيرا لإقناع الخبير الدولي للمشاركة في المهرجان في دورته 22، ودعت إلى عروضه أطفالا من المهمشين ومتحدي الإعاقة. بصراحة كان في أكتر من وسيط، بس كلهم ليهم علاقة بالأطفال وليهم علاقة بشغلنا اللي احنا عملناه هنا، فهم تحمسوا وشافوا ان المهرجان نجاحه يعني هيضاف إليه نجاح الماجيك ساينس لو سميناها كده، أو العروض بتاعته. وفعلا العروض متميزة، أنا شفتها فيديو وشفت كتير قوي من إعجاب الأطفال بيه. هو الفكرة كلها ان فقاعات الصابون احنا متخيلنا حاجة بسيطة ولعب، لكن هو وراها علم كبير جدا، وفي نفس الوقت بيبقى الأطفال بيبقوا مبسوطين، وفي نفس الوقت بياخدوا المعلومات سواء في الرياضيات أو سواء في حاجات خاصة بالفيزياء. ويعد نودي واحدا من أشهر من نبغوا في مجال تعليم الأطفال باستخدام حيل ترفيهية، وقدم عروضه الخاصة في نحو 40 دولة حول العالم. بعدة فقاعات وابتسامات وألعاب ترفيهية يصبح التعليم أكثر سهولة ويسرا، فما أجمل أن نبتكر لنعلم أطفالنا ما لم نتعلمه. محمد أبو عيطة، CBC إكسترا.